السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج منبر الرافدين. عنوان حلقتنا لهذا الأسبوع: المخدرات آفة تنخر الجسد العراقي بعلم حكومة الاحتلال. مشاهدينا الكرام، بإمكان حضراتكم أن تتواصلوا معنا من خلال أرقامنا التي ستظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم بعد قليل، وأيضا من خلال خدمة الواتساب التي تقدمها قناة الرافدين، والتي تمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. نذهب إلى فاصل قصير ومن بعده نعود، ابقوا معنا. العراق به صالات قمار ما موجودة حتى بمونتي كارلو. الأحزاب الإسلامية، خلي أحدد، اللي تمتلك ميليشيات، اللي تمتلك أجهزة وقوات مسلحة، وتحديداً خلي أخصه علناً، ماكو لاعب ولا كذا، الشيعية منها متقاسمة الأموال والواردات مع منو؟ مع هاي الصالات. حزب آخر ثاني إسلامي شيعي يحمي الملاهي بالعراق. البارات منو اللي يحميهم؟ يحميهم حزب إسلامي شيعي ثالث. ليش قوطية البيرة ببغداد بألف دينار بالبصرة ب5000؟ أسألكم، هاي الـ4000 منو يأخذها؟ يأخذها حزب إسلامي. هاي الدولة جاي يسيرها هؤلاء أدعياء الإسلام المزيف، وعايشين على العرق، وعايشين على القمار، يقاضون أموال. وهذا الوضع بالعراق منذ سنين، هسه اجوا منعوا العرق. ليش؟ الحبوب اللي بالملايين جاي تستورد من إيران، الخشخاش جاي ينزرع بالعراق وتحديداً بالجنوب. القوا في العراق يدفعون أموال لأحزاب إسلامية في الجنوب وبغداد. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. إذا اليوم مشاهدينا كما قلنا سنتحدث عن المخدرات في العراق، ونبدأ ب يعني حديثنا أنه لم يكن العراق يوما بلدا منتشرة فيه المخدرات بهذه الطريقة التي يراها العراقيون اليوم أو يعرفونها أو يسمعون عنها. هذا الموضوع موضوع غريب، موضوع جديد على العراقيين، بدأ منذ الاحتلال الأمريكي ولغاية هذه اللحظة. وربما استمعتم إلى حديث فائق الشيخ علي النائب السابق الذي تحدث عن تفاصيل انتشار المخدرات والكحول في العراق. لدينا مجموعة من التساؤلات مشاهدينا الكرام نطرحها لحضراتكم، وبإمكانكم أن تشاركوا للإجابة عليها. من ضمنها: ما تأثيرات هذه الآفة على النسيج الاجتماعي العراقي، وكيف يمكن التخلص منها؟ أيضا هناك تساؤلات أخرى بخصوص لماذا انتشرت المخدرات بهذه الطريقة في العراق بعد عام 2003، و يعني أيضا كيف تغزو المخدرات الساحة العراقية وهناك أحزاب تقول إنها أحزاب إسلامية هي التي تحكم العراق. طبعا هناك مشاهدينا الكرام حديث دائر في الساحة العراقية عن أسباب انتشار المخدرات، عن تأثيراتها، ما الذي تسببه هذه المخدرات بالنسبة لشباب العراق، كيف تؤثر على النسيج المجتمعي. هناك طبعا حديث من قائد شرطة البصرة السابق رشيد فليح الذي قال بأنه 80% من المخدرات التي تدخل العراق عن طريق البصرة هي من إيران. هذا كلام كان بالنسبة لقائد شرطة البصرة السابق. هناك أيضا حديث من رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان الذي قال بأنه 50% من شباب العراق مدمنون ويتعاطون المخدرات. هذه أرقام مخيفة جدا، أرقام حقيقة صعبة أن يسمعها العراقيون في بلد معروف عنه أنه بلد محافظ، مجتمع محافظ، تسود الأعراف والتقاليد التي ترفض هذه الحالات الشاذة وهذه النماذج بالنسبة لقضية المخدرات. لكن بعد الاحتلال نرى ونسمع يوميا أن العراق تحول من بلد كان لا يعرف ما هي المخدرات إلا بحالات شاذة نادرة إلى بلد مستهلك، وتحول أيضا من بلد مستهلك إلى بلد منتج ومصدر للمخدرات. معنا اتصال السيد محمود من الموصل، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. هذول هم اللي يشتغلون بالمخدرات، وين قاعد يشتغل بالمخدرات؟ هذا العامري وقيس الخزعلي وربع هذول الشله هم الفاتحين. انت عندك رئيس الوزراء استاذ من قبل شهر راح لايران. نعم. يقول بس توقفون القتال الى نهايه الانتخابات. يبلغ عليك حرفيه الدوله، يبلغ عليك هذا عمل احد يسويه. العالم صار الخريطه من طرابيل
إلى سنجار تتعمر، لازم تتعمر بيوتها إيرانية وصلنا على العراق. هاي وحدة. ابن عمي الشعب العراقي، احنا نريد انتخابات نختار رئيس وزراء البرنامج. ما احنا ربابة عزي البعير، هذا الصفر الحمق ما هي ما تصير. نعم. عندك اول احد رئيس دولة مالتنا برهم صالح، وابعث له اخوي مدير بلدية وانا مسؤول عن كلامي. سيد محمود اليوم، سيد محمود اليوم الموضوع عن المخدرات. اسال حضرتك، اسال بس حتى لا نتفرع، بالمواضيع. اليوم الموضوع العراق فيه مشاكل كثيره والجميع يعلم، لكن اليوم الموضوع بالاخص عن المخدرات. العراق بلد لم يكن يسمع بموضوع المخدرات اطلاقا، اصلا غير معروف عن المجتمع العراقي انه مجتمع تسود فيه ظاهره المخدرات. بعد 2003 بقدوم الأحزاب اللي تقول أنها أحزاب إسلامية تفشت هذه الظاهرة، تحول العراق من بلد غير معروف عنه التجارة والتعاطي إلى بلد منتج ومصدر للمخدرات. شلون هذا الموضوع ممكن واحد يفهمه في العراق؟ نعم أنا عمي، هذا الموضوع شغلة إسرائيلية إيرانية أمريكية. ابو اسرائيل قال خربت العراق، قال بس الدين مالهم قوي. نعم. بهاي شركه الموبايل هذول يريد يطفون الشعب العراقي والسوري واللبناني والفلسطيني. اذا ناس منتشره بلبنان وناس بسوريا وحزب او الميليشيات، شلون رايح يضعفونها؟ كلام نور المالكي لما قال عالي على سوى ضعاف العراق 5 ملايين. أنا واحد يبغى الدولة تخلي ضرب الحق. طيب. هذه إذا قلت لك لو ما تبغى التشرين. قسم بالله. لو ما تبغى التشرين الساعة معمر لك العراق، يعني بقدر تفتح نوب إيرانيين. إذا فاتحين طيب. مخازن المخدرات على حدود الكويت والأردن والسعودية، مال التهريب طلعوها ذاك النهار. هاي كلها مخدرات. تجي من إيران تدخل تخريب السعودية الأردن والإمارات. نعم. وانت شفتوها بعينكم، قالوا هذا السجن من السجن. نعم. سيد محمود وصلت الفكره، انا اشكر حضرتك. شكرا جزيلا لك للمشاركه. شكرا لك سيد محمود. طبعا اللي تفضل به سيد محمود ايضا كلام واقعي، خاصه وانه حزب الله اللبناني الموجود المدعوم ايرانيا وهو ذراع ايراني في لبنان وفي منطقه الشرق الاوسط مصدر مهرب للمخدرات، وتم ضبط أكثر من شحنة مخدرات بأحجام وكميات ضخمة جدا ذهبت إلى المملكة العربية السعودية عن طريق الخضرة والفاكهة، وبالتالي أوقف طبعا المملكة الاستيراد أو التعامل مع لبنان بهذه المنتجات، لأنها دائما ما تأتي مملوءة بالمخدرات عن طريق حزب الله اللبناني الذراع الإيراني في المنطقة. بحسب برقيات دبلوماسية أمريكية سربها موقع ويكيليكس، يؤكد أن إيران تعتبر من أكبر مهربين مخدرات في العالم، وأن مسؤولين في الحرس الثوري الإيراني متورطون في هذا التهريب. هذه البرقية أيضا نشرت أو تم نقل برقية سرية في تاريخ 12 يونيو 2009 صدرت عن السفارة الأمريكية في باكو، أن كميات الهيروين المصدرة التي مصدرها إيران والمصدرة إلى أذربيجان ارتفعت من 20 كيلوغرام في عام 2006 إلى 59 ألف كيلوغرام في الربع الأول من عام 2009، يعني في أول 4 أشهر من عام 2009 مقارنة بما كانت تصدره إيران في عام 2006 ارتفعت الكمية من 20 كيلوغرام إلى 59 ألف كيلوغرام إلى أذربيجان. وطبعا إيران تعتبر بحسب تقارير أوروبية المصدر الأول على مستوى العالم بالنسبة للمخدرات. إيران لديها حدود ممتدة، حدود برية طويلة جدا مع العراق، وإيران مستحكم على القرار السياسي في العراق ولديها أدواتها في العراق. مع هذا خرج في وقت سابق وأنتم استمعتم ربما إلى هذا التصريح من عادل عبد المهدي الذي قال بأن المخدرات تأتينا من الأرجنتين، وطبعا حدثت ضجة كبيرة في العراق واستهجان واستنكار لهذه التصريحات، وأيضا تهكم على هذه التصريحات أنه لم يذكر إيران التي تربطها مع العراق حدود برية طويلة جدا وتوجه إلى الأرجنتين في قارة أمريكا الجنوبية ببعد آلاف الكيلومترات، في حين أن إيران لم تذكر. وهو هذا السؤال الذي نطرحه اليوم، لماذا تتجنب هذه الشخصيات أو الأحزاب التي تحكم العراق
ذكر إيران عندما يتعلق الموضوع بالفواجع، عندما يتعلق الموضوع بالكوارث، المخدرات والسلاح والخمور وغيرها، لماذا يذكرون بأن إيران هي الجارة التي ساعدتنا على محاربة الإرهاب وقدمت التضحيات، ولماذا يهملون هذا الجانب المهم الذي دمر المجتمع العراقي ودمر عوائل عراقية وأنهى مستقبل أجيال من العراقيين، وهي آفة المخدرات؟ طبعا البصرة كما قلنا تدخلها 80% من المخدرات قادمة من إيران، لكنها ليست وحدها التي تعتبر مركز لتجارة المخدرات في العراق. هناك أيضا طبعا بخلاف البصرة اللي هي منفذ أو ميناء بحري، وهناك منفذ الشلامجة الذي يصل المحافظة بمدن إيرانية أخرى. كثير من المسؤولين الذين شغلوا مناصب مهمة في المحافظة وفي البرلمان في فترات متباعدة بعد عام 2003 قالوا بأنه أكثر من 4035 من المتعاملين والمتعاطين خلال عام واحد فقط في العراق تم رصدهم. طبعا نقلت وكالات إخبارية أيضا عن موقع المونيتور الأمريكي أن العراق أصبح سوقا لاستهلاك المخدرات التي تتدفق إليه من إيران عبر الحدود. أيضا موقع الأمريكي أورد تصريحا للقاضي وائل عبد اللطيف الذي قال فيه إن المخدرات تنتشر في البصرة والسماوة والعمارة والنصرية وبغداد والمناطق الشمالية والغربية بسبب ضعف الإجراءات الحكومية على الحدود مع إيران ووجود ضباط فاسدين يتعاملون مع تجار المخدرات. أين سلطة الدولة من كل هذا الكلام الذي قلناه مشاهدينا الكرام؟ أين سيادة الدولة؟ أين القانون الذي يتبجح به من يحكمون العراق ويقولون بأن هناك قانون يحكم وهناك مؤسسة قضائية عادلة تبت بهذه القضايا؟ لماذا الضابط علي المالكي الذي اعتقل معمما إيرانيا كان يهرب المخدرات تحول إلى مذنب وتحول إلى التحقيق وعوقب، في حين تاجر المخدرات هذا المعمم الإيراني جاءه وزير الداخلية إلى مكانه واعتذر منه على ما حصل؟ لماذا هذه الدولة تغطي على تجار المخدرات، تحاول حمايتهم، توفر لهم الحصانة من المحاسبة، في حين كل من يقوم بواجبه بشكل صحيح يحاسب ويعاقب؟ دعونا نذهب الآن مشاهدينا الكرام إلى فاصل قصير، وبعده نكمل الحديث بشأن هذا الموضوع، بشأن انتشار المخدرات في العراق وتأثيراتها على المجتمع العراقي. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، نستمر بحديثنا في حلقتنا لهذا الأسبوع عن تجارة المخدرات في العراق وتحوله من بلد لم يكن يتداول فكرة المخدرات وتعاطيها وانتشارها إلى بلد مصدر ومنتج ومستهلك أيضا للمخدرات. معنا السيد أحمد من الناصرية، تفضل يا أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام. شلون صار محمد؟ حياك الله، أهلا وسهلا. والله بالنسبه لهاي الشغله، هاي مال المخدرات ما مخدرات، يعني شيء برضه الحكومه. نعم يا احمد. نعم وياك. سيد احمد. نعم سيد أحمد، برأيك ليش تحول العراق إلى بلد مستهلك ومصدر للمخدرات بوقت إحنا ما كنا نعرف شنو هي المخدرات أصلاً كمجتمع عراقي؟ نعم صحيح، أكو ناس متنفذة وعندها يعني شيء يعني قوة بالحكومة مسيطرة، يعني مسيطرة على الوضع، يجي يعبر يهرب مسيطر. نعم. هذه يعني الأحزاب، هذه الأحزاب التي تقول بأنها أحزاب إسلامية والتي تدافع عن حقوق الدين
والمجتمع والأعراف، ولما اجتي وحدة لابسة لبس محتشم عسفت في كربلاء سووها جريمة، في حين أن المخدرات منتشرة في العراق ودور القمار وصالات القمار وتجارة الكحول وغيرها. هذه الأمور لماذا لا يتصدى لها هؤلاء ويقفون نفس الوقفة المستنكرة الغاضبة مثل ما وقفوا على هذه الفتاة التي عزفت بآلة موسيقية؟ نعم نعم عزيزي، هذا شيء برضاتهم وشيء بقناعتهم، يعني يعني هل يجوز يعني شيء إذا أردوه يعني ما يسيطرون عليه؟ ما معقول يعني. برأيك أنه هؤلاء الذين اليوم في العراق من الجهات الأحزاب السياسية الإسلامية مستفيدين من موضوع انتشار المخدرات وتعاطيها في العراق؟ نعم، هي يعني مثل ما تقول يعني جوطتهم، يعني جو سلطتهم عندهم يعني دراية كاملة. نعم. أشكرك يا أحمد من الناصرية، ويانا السيد أبو فيصل من السعودية، تفضل. مساء الخير، كيف حالك؟ مساء النور، حياك الله. تحياتي استاذ محمد وقناة الكادر والشعب العراقي. استاذ، بالنسبه لموضوع العراق تحول الى تصدير مخدرات واستيراد مخدرات، البلد هو استاذ هو ما في حكومه، البلد هو ما في احنا شفنا الشرادة من ايران القذريه يدخلون حدود العراق، حدود العراق بدون اي دول، ولم يتخذ هذا الخاين الكاظم اي قرار لحمايه البلد. فالبلد لابد استاذ من ثورة يا الشعب العراقي اللي يزيل هذه الطغمة الشر من جذوعة. وتحية لك. شكرا جزيلا يا أبو فيصل، وأنا محمد من بغداد، تفضل. محمد من بغداد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شلونك أستاذ العزيز؟ حياك الله وسهلا. احنا على مخدرات ما مخدرات، نحكي عن المخدرات، هو اللي مول المخدرات هي أصلا الحكومة. شلون؟ أنا من الناس الأشخاص اللي دا أتحدث معك، أعرف ناس مسؤولين بالأجهزة الأمنية هم يشتغلون بالمخدرات. لحظة يا محمد، وضح لي هاي النقطة. نعم. شوية وعلى كيفك حتى أنا أفهم منك والناس تفهم. كبير بوزارة الداخلية وبوزارة الدفاع. طيب. بالسيارات مال الدولة وباجاتهم يضربون السيطرات ويحولون المخدرات من المحافظات، وقاموا يحولونها المحافظات الغربية المحافظات بها مخدرات يجيبون إياها عن طريق إيران وعن طريق المحافظات الجنوبية، يعبرونها لهاي المحافظات، ومن ضمنهم أكو نائب اللي مرشح حتى على أطراف الوزارات يزمن قرايب عندهم تقريبا حوالي منو هذا النائب يا محمد؟ منو هذا النائب؟ نائب يعرفونه على يعني أطراف بغداد يعرفونه كل الزين. ما تقدر تقول اسمه؟ ما تعرف حتى الظروف الأمنية والتليفونات. طيب. أنا أريد أسألك يا محمد، هؤلاء الأشخاص. نعم. المنتسبين في وزارتي الدفاع والداخلية حضرتك تعرفهم معرفة شخصية؟ أعرفهم معرفة شخصية، وأكو بيهم جيرانك. هل ينتمون هؤلاء إلى أحزاب؟ أكيد وراهم أحزاب، وراهم ناس جاي تقفرنا. شنو واحد يعني يزيدون قضية مخدرات ومتلبس وهو منتسب وتلزم السيطرة بعد السيطرات من أنقار بغداد ويدفع حوالي كذا مبلغ من دولار ويطلع ثاني يوم يطلع تباريك وش ما عنده ويلزمهم الحبوب والمخدرات بالسيارة مالتهم. نعم. طيب إذا كان هؤلاء هم اللي يدخلون المخدرات وينقلوها، من هو لعد يحمي العراقيين من شرور وخطر المخدرات وانتشارها؟ ماك العراقيين بس لهم، والله ما حد يحميهم، لاكو دولة وقانون لاكو شيء، بس الفقير أنا أقول لك يقدرون عليه، يلزمونه يعذبونه يقتلونه. الشمال ذاك اليوم طلع البريد الحلة تعال اعترف أنت قتلت زوجتك. نفس الحالة، البريد يدوسونه ويقتلونه وهم نفسهم يتعاملون بالمخدرات وبكل القضايا، يعني أخذت القضايا تلقاهم هم الحكومة نفسها تتعامل. نعم. وضمنهم منتسبينهم وضباط ونواب بالبرلمان اكو بيهم قلت لك، يعني هذا. نعم. يعني لا كيل ولا كيلوين ولا 100 ولا 200. نعم. ولزموه طلعهم وبالعافيه عافيه وطلبوهم شماكو كانما قضيه ولم تكن. اشكرك يا محمد من بغداد على هذه المعلومات، وشكرا جزيلا لك للمشاركه. ويانا السيد علاء من البصره، تفضل يا علاء. السلام عليكم اخي الكريم، تحيه لك. وعليكم السلام ورحمه الله، حياك الله. مثل ما قال الاخ، بعض المنتسبين هم يتعاطون ويبيعون
وبين صدام كان اكو راجع اللي تاجر بالمخدرات ينعدم، هسه ماكو يعني اللي يكبونه تاجر مخدرات لو يطلع بفلوس لو خارج العراق. يمنا واحد هو يتعاطى أي. من ماكو لا شغل لا عمل لا هاي، حياته متدمره يتعاطى، اجوا كفوه حاكموه ضبوه بالسجن. نعم. ورا فتره ورا سنوات طلع هم ما عنده شيء، رجع هم يتعاطى بعد ما عنده غير هذا الحل. أي. رجعوا هم يعني بدول العالم بدول العالم المتطوره اللي يتعاطى تروح توديه للمستشفى، احنا يودونه بين باحترامات المساجين المظلومين، يودونه بين المجرمين والقتله. ابن المحافظ النجف قبل فتره كفوه عبر مخدرات من النجف الى بغداد. أي. كثير من الاحزاب واكو من يعني مناطق حدودية يشترونها مشترى، يشترونها مشترى ويعبرون الحشيشة. الحشيشة ظلت تجينا من الأردن، من سوريا، من إيران، من أفغانستان، من الفلسطين. فحزب مو حدود بس يشترونها مشترى بصراحة أقول لك إياها. وأنا ما أريد أطول عليك، تحياتي. شكرا جزيلا سيد علاء من البصرة. طبعا بالنسبة للدول المصدرة للعراق هي إيران أولا وأخيرا، إيران التي جعلت العراق معبر إلى دول كثيرة، مثل ما قال عندنا أحمد من الناصرية، خلوا العراق معبر إلى معبر مصدر للمخدرات إلى الأردن، إلى سوريا، إلى السعودية، إلى دول، إلى الكويت، إلى دول أخرى. جعلوا العراق بوابة لتجارة السلاح، لتجارة المخدرات، للتجارة بالبشر. إيران حولت العراق إلى معبر لكل جرائمها وانتهاكاتها. أبو علي من واسط، تفضل حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مساء الخير حضرتك ومساء الخير لجمهور الراقدين. مساء النور حياك الله. مثل ما قلت أستاذ محمد، كان في زمن صدام حسين بسبب ظروف سياسية كان العراق معبر لتجارة المخدرات إلى السعودية، طبعا ظروف سياسية كانت وعداوة بين الدولتين. طيب. لكن سجلت العراق للمخدرات صفر. ما كان العراق عنده أي متعاطي مخدرات، لأن كانت الدولة موجودة أي شخص كض عنده مخدرات أو يتعاطى مخدرات يعدم. طيب. فلذلك ماكو أحد لا يوزع ولا يتعاطى. اليوم استمر العراق معمر، لكن برعاية منه، برعاية الأحزاب الموجودة. تمويل شلون يمولون أنفسهم؟ نعم. عن طريق تجارة المخدرات وعن طريق الحبوب الموجودة، يعني ترى المخدرات بأنواع. فاليوم الأحزاب هي اللي تمول. طبعا الاحزاب وين متنفذه؟ متنفذه في وزاره الداخليه، في وزاره الدفاع، كذلك حتى السجون. السجون اليوم قاعد، وهذا اعتقد في شهاده احد الاخوان طلع من مدير السجون مره في احد البرنامج، أي. قال انه اليوم السجون بها ترويج مخدرات، لا وبعدها من يستثمرون اموال السجناء من اجل المخدرات. سيد ابو علي، نعم. يعني قبل شويه تحدث علاء من البصره وقال بانه المجتمع الفقير، مثل ذكر هو حالة لشخص موجود معدم في منطقته في محافظة البصرة، لجأ إلى المخدرات حلا وسبيلا، رآه أنه الحل الخلاص من هذه المشاكل والضغوط الاجتماعية والفقر وغيره. موضوع إفقار المجتمع، هل تعتقد بأنه هو متعمد من قبل من يحكمون العراق لكي يوجهوا العراقيين للانحراف المخدرات وحمل السلاح والفوضى؟ شوف أستاذ محمد، أولا تدمير الشعب العراقي هذا هدف للأحزاب وإيران، هذا معلومة. استهداف منه استهداف الشباب. العراق اليوم دولة تعتبر حوالي عدد 16 مليون تحت خط الفقر. نعم. المخدرات تستهدف منه، تستهدف هؤلاء الأشخاص. يعني شلون أخليه يعني مثل ما يسمونه بياع أو مروج المخدرات، يعني أخليه يتعاطى بعدين يصير عليه مديونية، بعدين يقول له أنت تسدد الدين لازم توزع لي، ويوزع وين هو من الفقراء؟ يوزع بالمناطق الفقيرة هذا الموجودة به. فلذلك اليوم احنا الدولة مثل ما قال أحد الأخوان، اليوم حتى اللي يمسكون تاجر يمطي فلوس لوزارة الداخلية، يخلونه متعاطي، يطلعونه أو يسجنونه مع إيقاف التنفيذ أو يسجن سنة ويطلع. فاليوم يعني موجود بس مثل حالة الضابط علي المالكي في محافظة البصرة اللي مسك تاجر المخدرات الإيراني المعمم في منفذ الشلامجة، ما صايرة ربما يعني هي كانت الحالة الظاهرة اللي فضحت النظام في العراق. وزارة الداخلية ذهب قاسم العرجي وزير الداخلية التابع لمنظمة بدر، راح للمعمم تاجر المخدرات الإيراني اعتذر له.
اعتذر له، زاره واعتذر له، في حين الضابط الذي قام بواجبه تم احالته الى التحقيق وتم حبسه طبعا. يعني هذا العرج من اللي وصله؟ غير وصلته ايران والمخدرات، فلوس المخدرات هي اللي وصلتها للحكم. هم اقول لك هم جاي يمولون انفسهم، هم يمولون انفسهم من تجاره المخدرات. يعني اذا حكومه تاجر مخدرات، من يعني مع احترام تقديري للشعب، شو تتوقع من الشعب يتعاطى لو ما يتعاطى؟ غير احنا الدوله هي اللي تحمينا. المفروض صدق اليوم لو اكو حكومه صحيه اسم حكومه وهي تحكم شعب وتخاف على شعب، لو صدرت اعدام لتاجر المخدرات ويعدمون كم شخص واولهم المعممين واللي مولود، كان المخدرات انتهت من العراق. طيب. بس العراق يتحول من صفر تجاره مخدرات الى اليوم حوالي للاسف اكثر من 30% من الشعب او شباب العراق 50 بحسب 50. رئيس مجلس القضاء الاعلى هذا بعد القضاء لا يقول 50، يعني نص الشعب يعني يتعاطى مخدرات، النص الثاني اللي حدد العراق مع الاسف. انا اشكرك، شكرا جزيلا سيد ابو علي من واسط، اشكرك للمشاركه ويانا. السيد ابو ياسين من بغداد، تفضل يا ابو ياسين. تحياتي اخوي لك الى قناه الرافدين الوطنيه. حياك الله اخي. هم طبعا يقولون هاي المخدرات تجي من الانجر الارجنتين، ما اعرف شو اسمها، لان اكو واحد ينطب امه وابوه ايران. هي امهم هي ابوهم، فما ينطون بيها. زين انت بكره ما تقول لغايه تعبر عبر لك محيطين او ما اعرف محيط، هاي ايران الطفنه هي ارضها مال المخدرات. اخي تعال شوف الشباب هاي عندنا بالعراق، شباب والقهاوي كل هذا حشيش. يلا وين الحكومه؟ انتم تقولون احنا حكومه اسلاميه وذاك النظام كان دكتاتور وهسه الديمقراطيه، وين البلد دمرتوه اخي؟ البلد راح انتهى، الحشيشه صارت بالقهاوي. نعم سيد ابو ياسين، يعني لما نسمع انه ضباط ومنتسبين في وزارتي الدفاع والداخليه يستغلون مناصبهم وباجاتهم ويقومون بنقل المخدرات عبر السيطرات الامنيه بين المحافظات، اذا هؤلاء هم، وطبعا هذه بشهاده شاهد عيان هو يتحمل مسؤوليه كلامه، اذا هؤلاء الذين يسمون بحماة الوطن هم اللي يسوون هيك بالوطن وبابناء الوطن، منو اللي عاد يحمي العراقيين؟ ومنو الذي يطبق القانون اليوم بالعراق؟ ومنو يحاسب تجار المخدرات؟ اخي هم اللي خلينا نتكلم بالقلم العريض اخي، اللي كانوا يحمون البلد اخي راحوا بال 2003، هي العالم تعرف، مو انا اقول، اول ما اهل الجنوب اخي هذول ظاهره مرقط والرتب مالتهم هاي بس ظاهره، بس هم ولد ايران، هم جاي يخدمون الاحتلال. يعني هسه اكو واحد هسه اصغر طفل هو يعرف هذا الشيء، هذول كلهم احتلال، هذول بس ملابسهم واعلامهم، واحنا هم كلهم تجار مخدرات وكلهم تجار القتل وكلهم تجار قطع النخيل وتفليش الصناعه والزراعه. اخي هم دول مو مال الحكم، هذول الكون البلد. هو كل واحد يعني يريد يصير بدولة، ايش وقت مبين زين؟ اول ما يصير يقوم يبني ويزرع ويصفي البلد ويمنع المخدرات ويمنع كل شيء اذيه للعراق. يعني هذا الموضوع حقيقه يخلينا نتساءل ايضا عن هؤلاء الذين يرغبون بالاستمرار بحكم العراق عن طريق الترشح للانتخابات والاستمرار. يعني هؤلاء هم اللي ما حققوا الامن والعداله ومحموا العراقيين من اخطار السلاح والميليشيات والمخدرات والكحول وغيرها، والذين حاربوا العراقيين ويحاربون العراقيين، هم يريدون بعد الناس تنتخبهم؟ هم اكو واحد بيهم شريف حمى العراقيين من هذه الاخطار؟ اخي هذول اسال معلقه صورهم ماكو، هذول كلهم ما عندهم ذره من الشرف. يعني انتم صار 18 سنه شنو اللي سويتوه؟ بس عندي ملاحظه صغيره واريد العالم تعرف. اي هسه ايش كم سكولات معلقه بالعراق صورهم؟ خلي يحطون صوره استاذ مثنى ابن حارث الضبي البطل. خلي يخلون صورته مو ببغداد ولا بالغربيه، يخلونها بالجنوب. شوف العالم تنتخب من؟ شوف العالم اذا ما انتخبوا استاذ مثنى حارث الضاري اني معتب، والعالم عرفت انه هاي القناه وطنيه وعرفت القنوات كلهن
يشتغلون الايران والامريكا والصهاينه. فخلي يحطون صوره تستاذ مثلنا وشوف الناس اذا ما انتخبت صورته او صوره تستاذ بهدت. انا اشكرك يا سيد ابو ياسين من بغداد، شكرا جزيلا لحضرتك للمشاركه. يعني موضوع توعيه العراقيين حول من يحكمون، حول هؤلاء الذين حولوا البلد الى خرابه، الى غابه، واليوم للاسف يعني لا يزال مخدوع الكثير من العراقيين بشخصيات دينيه تضحك على العراقيين، ولا طالما ضحكت على العراقيين بدفعها دائما العراقيين للمشاركه للانتخاب، بدفعها دائما العراقيين، وتكون هي دائما ورقة الضغط الأخيرة والحل الأخير للأحزاب الفاسدة التشدق بجهات دينية تضحك على عقول الناس بأنها المنقذ، بأنها المخلص، وتدفع العراقيين تجاه الانتخاب، وهي في الواقع تنقذ وتخلص هؤلاء الفاسدين من مشانق العراقيين. هناك نائب في البرلمان وهو فرات التميمي كشف عن وجود ملف خطير جدا في محافظة ديالى، وهو ملف الجريمة المنظمة. قال التميمي أنه حذر منذ سنوات من خطورة الجريمة المنظمة في محافظة ديالى، وخاصة عصابات تهريب المخدرات وإمكانية أن تتحول إلى نافذة كبيرة للشر وتهديد الأمن المجتمعي في المحافظة، كونها آفة سرطانية بدأت تسجل حضورا بالغ الخطورة في محافظة ديالى. أبو أيسر من تركيا تفضل. أسعدك أستاذ، حياك الله. احنا نعرف من بداية الاحتلال هذول مرتزقة الإيران والأمريكا دخلوا هاي المخدرات حتى يقضون على شباب العراق واقتصاده، حتى إيران تعيش على أساس أنه محاصرة وكذا، حتى يشتغلون حتى تصير أموال الإيران. اي لان هم دليلين ونشاله ميليشيات، يعني شي يعوضون ايران منين يعوضوها؟ يعوضوها ببيع المخدرات، يهربوها من ايران يقتلون بها الشعب العراقي. ايران ما تهتم اذا انقتل شيعي واذا سني واذا كذا، ما تهتم، تريد تبيد الشعب العراقي ككل انتقاما للحرب العراقيه الايرانيه. سيد ابو ايسر انا اشكر حضرتك للمشاركه. ويانا سيد ابو عمر من بغداد تفضل. محمد حياك الله، وحيا الله قناة الرافدين البطلة، وحيا الله مشاهديها. الله يسلمك. الله يسلمك استاذ محمد. استاذ محمد، كل ما اللي اتت بها حكومات اللي من بعد 2003 ولحد الان يعني ما شفنا من حكومة سلطة الاحزاب وحكومات المتعاقبة اللي حكمت العراق كلها دمار شامل وأذية للعراقيين، وشالت المخدرات، هي يعني من الأمور اللي تدمر الشباب العراقيين والأجيال اللي ينخلق بها المجتمع العراقي وتقدمه لبناء دولة وتقدمه للشعب. فكل هاي الأمور يعني عطلوا الزراعة، عطلوا الصناعة، وعطلوا المدارس، عطلوا يعني هواي أمور بالحياة اللي يستحقها المواطن العراقي. فالمخدرات عندنا موجودة، يعني أكو شباب عندنا بالبغداد بالعراق بالمحافظات وين ما كان تكون، يعني بالقاوي القاعدين اللي موجودين، هاي مسؤولية الاستخبارات ومسؤولية الشرطة. هاي الأمور كلها تدري بها وزارة الداخلية، ليش؟ لأن استعدنا بكل مكان، إذا يعني بأي منطقة بغداد تلقى أقل شباب بها قاعدين، فد 100-200 واحد قاعدين، هذول هل 100-200 من كل منطقة أستاذ، يعني حتى أصواتهم ما يقدرون يحشون وما يقدرون يتنفسون، ما يقدرون أي مطالب يحشون بها. فذول يعني دائما متعودين يعني على المخدرات وما عندهم يعني. سيد أبو عمر، برأيك شنو التأثيرات اللي سببها انتشار وتعاطي المخدرات في العراق على المجتمع العراقي؟ شلون برأيك تحولت شخصية المجتمع العراقي من مجتمع ينبذ هذه الأفكار، هذه التصرفات، فكرة انتشار وتعاطي المخدرات فكرة كانت غير موجودة في العراق، اليوم فيه كما يقول فايق زيدان رئيس مجلس القضاء الأعلى 50% من شباب العراق مدمنين مخدرات؟ شلون أثرت المخدرات على المجتمع العراقي؟ استاذ محمد، هي اثرت بشكل يعني مع احتراماتي، مثل نقدر نقول اكو ناس يعني ضعيفه الانفس ويعني ما تتحمل
انه هذا الشيء من نشوفه مقابل ناس يعني هاليه مربيها ومتعلمين وناس يعني واصله ما يعني يمشي بهذا الطريق المظلم، فهذا نهايه الهلاك. يعني ما يقدم اسره وما يقدم جيل وما يقدم فد انسان يعتمد عليه بالحياه. حكومه سلطه الاحزاب كلهم باكملهم يردون هذا المواطن العراقي يكون هيك. ليش هسه نلقى بايران حسب معلوماتنا انه الشعب الايراني مدمن على المخدرات وعندهم زراعه المخدرات عندهم طبيعيه. صحيح. فدائما نلقى هناك هسه شوف الحكومه مالتهم يعني مسيطره على الشعب. ليش؟ لانه الشعب الايراني كله يتناول المخدرات فتلقاهم ما يطالبون لا يعني خدمات لا اي امور كل شيء ما يريدون. يعني لا ابالي ما فاهمين الحكومه وبعد يعني من السماء للارض يعني ما بين المواطن ما بين الحكومه سووا ايران جابوه بالعراق نفس الحاله اللي صارت عندنا. يعني هسه بدت المخدرات بسبب وزاره الداخليه وزعماء الاحزاب اللي هي هاي تستروا استيرادها من ايران او من باقيه الدول تعطيها بالشرافه ذولا. يعني ضباط مثل ما قالوها قبل شوية المتصلين اكو نعم عندنا ضباط بالداخلية وضباط مسؤولين يعني تناولها او اخذها او نقلها من مكان لمكان ياخذوها يبيعوها على ناس ضعيفين انفس في المناطق الشعبية او في مناطق يعني مع احتراماتي يعني البسطاء ما يبيعوها بالناس المناطق الراقية او الاماكن الزينة. ليش؟ لان ذول بعيدين عن هاي الامور. فدائما نلقى هاي بالمناطق البسيطة. ليش؟ لانه هذول الناس اللي موجودين ممكن السيطرة عليهم ممكن انتشارها بصورة عامة. انا اشكرك يا ابو عمر وصلت فكرتك شكرا لك للمشاركة. ناخذ ابو علي من ابو غريب. تفضل يا ابو علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. احيي قناة الرافدين البطلة واحيي مثنى حارث الضاري. حياك الله. مثنى حارث الضاري الله يحفظه. الله يسلمك حياك تفضل. هاي والله كان على المخدرات كلها حكوا بها هذا الموضوع. اي بس اذكر مثنى حارث الضاري يدرس مكتب في المثنى العام وانا كنت موظف حارث فيها. اي ويعرفني هو استاذ مثنى حارث الضاري الله يحفظه درس المكتب في المثنى العام وهسه عين المدير مالها بعيد. طيب واقدم مثنى واقدم مكتبة عامة في ابو غريب وبالعراق كله 1930. نعم. واسلم عليكم وكلامي هذا وجزاك الله الف خير. شكرا جزيلا. مثنى حارث الضاري. حياك الله حياك الله يا ابو علي. الف شكر لك للمشاركة من ابو غريب. شكرا لك سيد ابو علي. ويانا السيد أبو أحمد من السليمانية. تفضل حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخوي حييك وحيي هذه القناة البطلة التي تشرح هموم الناس. حياك الله أهلا وسهلا. بالنسبة أريد على مود المصطوفين والمسجونين والناس. نعم. اللي راحت بالآلاف. نعم تفضل. احنا كنا نعرف بالحكومات السابقة ينتج يروح للمكتب الفلاني أو المدير الفلاني من الشرطة. أي. أهل يروحون للحقيقة يشوفون بأي مكان. طيب. يعني يلزمون لمحام وكذا يعرفوا قضيته. أي. فهسه هاي الحكومة يعني بالآلاف ناس تروح وتقطف وتقتل ويقول لك والله احنا حكومة يابا. شو الحكومة هذه اللي ما تعرف بالمسجونين والمختطفين والمغيبين. نعم. يعني شو الحكومة بس أبدأ أفهم. برايك انت يا ابو احمد ذولا ما يدرون فعلا لو هم متقصدين يخفون حقيقه الناس اللي موجودين بالسجون؟ استاذي الفاضل يعني يدعي يطلع بالاعلام يتحدث لك كانه هو وطني. وين الوطنيه؟ هاي عندها هاي وطنيه هاي حكومه والله ما اعرف شو. طيب انا اريد استفيد من وجودك ويانا رغم انه حضرتك تتكلم بخصوص قضيه المغيبين والمعتقلين واسالك واربط الموضوع بحلقتنا خاصة وأنه أحد المشاركين تحدث قبل شوية وقال بأنه السجون والمعتقلات في العراق انتشرت فيها ظاهرة المخدرات بشكل كبير وصارك ابتزاز للمعتقلين وصارك استغلال للأموال اللي يدزوها أهاليهم يتم الاستفادة منها عن طريق بيع وشراء المخدرات.
برأيك ليش تحولت السجون والمعتقلات بالعراق إلى سوق لتجارة المخدرات لابتزاز الناس لإجبار المعتقلين على التعاطي؟ أنا أقول لك بالنسبة لهم شلون يستفادون هم ليش ما يطلعون الناس من السجون الموجودة؟ هم مستفادين يعني من هاي أرزاق تجيب ميتهم أرزاق ويعزبون على الدولة مليارات. ثانيا هاي المخدرات يعني هم وين يدونها؟ هم اللي جابوا المخدرات وهم المستفادين من المخدرات. هم التوميد مالهم شنو؟ هم التوميد مالهم كله من هاي المخدرات. نعم. هم يعرفون مرجعهم وين، يعرفون المرجع مالهم وين، ومنين تجي المخدرات وشنو هي شنو بالنظام السابق كان اسلحه المخدرات في العراق. سيد ابو احمد من السليماني، انا اشكر حضرتك للمشاركه بحسب ما تفضل به السيد ابو احمد من السليمانيه. وهناك بيانات وتقارير تؤكد ان العراق قبل عام 2003، وهذا بعيدا عن موضوع النظام السابق، هو العراق منذ نشأة الدولة العراقية الحديثة لغاية عام 2003 لم يتم تداول المخدرات بهذا النطاق الواسع الذي يشهده العراق اليوم. لم يجري تحويل العراق إلى بلد منتج ومصدر. لم يكن العراق يوما بلدا مستهلكا للمخدرات بالشكل الذي وصل عليه اليوم أو وصل إليه اليوم. وبحسب البيانات التي تؤكد تابعة لوزارة العدل ووزارة الدفاع أيضا وأيضا وزارة الداخلية، السجون والمعتقلات قبل عام 2003 لم تكن توجد فيها حالات إلقاء قبض على معتقلين أو متهمين وفق قضايا المخدرات، بل تحول العراق بعد عام 2003 إلى كثير من الحالات الموجودة في السجون والمعتقلات مرتبطة بتجارة أو تعاطي المخدرات. ويانا أبو سجا من كركوك، فقدنا الاتصال ويا سيد أبو سجا. طيب، مسؤول في تربية محافظة ذي قار قال إن كميات المخدرات أصبحت تدخل بالأطنان عبر المنافذ والموانئ العراقية. طبعا قيادة شرطة المحافظة محافظة ذي قار في عام 2016 حذرت من ارتفاع ملحوظ في جرائم تعاطي وترويج المخدرات بنسبة 14%، وخلال ذاك العام بالمقارنة مع العام الذي سبقه، وأشارت إلى أن عدد المعتقلين بجرائم المخدرات بلغ 247 متهما بينهم تجار ومروجون ومتعاطون، هذا في عام 2016 فقط في محافظة ذي قار فقط. ما أنا اتصال السيد أبو حنان من السماوة، تفضل. حياك الله أستاذ العزيز. أي. المخدرات شوف مثل السرطان، أي. المخدرات انتشرت في كل أنحاء محافظات العراق. نعم. شوف المخدرات حاليا في المقاهي. أي. شباب عمره والله 9 سنوات إلى 10 سنوات إلى المقاهي، يعني بعجوبة أشوف أنا أشوف يعني أي. شغلات غير إرادية توقف العقل، يعني ما كانت هاي المخدرات. شلون صارت بهذا الشكل يا أبو حنان؟ شلون؟ هذا اللي يسموه الفلات الأمني والرشوة. الرشوة هذه الرشاوي سببها الحكومة. أي. يعني خلي أقول لك شغلة، خلي يتهمون يقولون حتى أنت جماعة المكافحة جماعة الاستخبارات، يعني ما تقدر تخلي لك 2 3 وهمين مقاهي حتى يسيطرون على هاي الشغلة. أنت بالسيطرة تعرف للمشروب اللي جاي يجي من بغداد المحافظات، إذا شو تنزل تنزل مشروب بسيارته وتاخذ رشوة من عنده وتصعده وتروح، يعني مو وضعي هاي استاذ العزيز. يعني انت لو تجي للسماء وتشوف الاوضاع والله يرتى لها، يعني شاب انفصام بالشخصيه، شاب يعني شاب منير شيء والله ما اقدر الفضح. يعني تعبنا استاذ الحسين، جيل يعني من 9 سنوات الى 20، 9 سنوات طيب سيد ابو حنان، يعني وصلت فكرتك، انا اشكر حضرتك واعتذر الوقت لانه اقترب من النهايه. ويانا السيد ابو محمد من الناصريه، تفضل حياك الله. شلونك يا عمي؟ شلون صحتك؟ الله يسلمك، اهلا وسهلا. انت تقول مخدرات ماكو قبل من 2003 وجاي. اي مو ماكو، اكو لكن الحالات قليله. انا اقول لك بالمئات الكيلوات موجوده على الصدام. ايش قد؟ بالمئات الكيلوات. طيب واليوم أكثر لو أقل؟
لا اكثر، اقول لك اكثر. طيب ما احنا شوف سيد ابو محمد، انا ما لي علاقه بالنظام السابق وش كان موجود به، انا اتكلم انه العراق بعد 2003 تحول من بلد كانت المخدرات منتشره به بنطاق قليل الى بلد مستهلك، بلد مصنع للمخدرات، بلد مصدر للمخدرات القادمه من ايران وغير ايران. نعم، مو مصنع للمخدرات، مو مصنع. شوف 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 سيد ابو محمد، حتى لا ندخل بجدال، انا ما عندي ما عندي ما عندي وقت غير دقيقه ويا حضرتك، حتى لا ندخل بهذا الجدال، بس اسمح لي حتى لا ندخل. مو تاكلها، مو اكلها. اي بس لحظه، بس ثواني بس، اذا حضرتك حابب تجادل بامكانك انه ترجع الى تصريحات رئيس مجلس القضاء الاعلى، الى تصريحات قائد شرطه البصره، تصريحات مسؤولين، اعرف منها شنو وضع المخدرات بالعراق. انطيني رايك بس على اللي دي يصير اليوم بالعراق بقضيه المخدرات، تفضل. مخدرات موجوده. طيب. تجي على طريق التهريب، على طريق المهربين. طيب، شلون شلون دي يطبون ذول المهربين وعندك شرطه وجيش؟ مهربين اي مكان، شوف باي محافظه هالشيء. اي بها حدود مهربين موجودين. انت تتفق ويا الناس اللي قالوا انه الاحزاب اللي تحكم العراق هي جزء من قضيه نشر المخدرات؟ لا وهمانين ذول. ما لهم علاقه؟ ما لهم علاقه. ما لهم علاقه. شكرا يا سيد محمد من الناصريه، انا اشكر حضرتك، الوقت انتهى. انت لك وجهه نظر، ترى بان هؤلاء الذين يحكمون العراق لا ذنب لهم، ابرياء، يعني ما لهم علاقه بقضيه المخدرات، انت حر. هناك الكثير يجمع أن هؤلاء هم مصدر المخدرات، وتصريحات مسؤولين هي تؤكد هذا الكلام. وصلت وإياكم مشاهدينا الكرام إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع، أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة، وإلى اللقاء.